على شانسون منا بدات من اول حاجه هي لا بروميير شانسون اللي انا كنكتب فيها ماشي كتبتها كلها ولكن شاركت في الكتابه ديالها لا enfin la chanson les paroles ou l'histoire ديالها هي كتهضر ولا كتدافع على العنف ضد المراه دايوغ هادشي اللي درنا في الكليب حاولنا باش نديرو بزاف ديال لي زيستوار ديال 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 مراوات ديفيرونت كل وحده وليستوار ديالها باش نبينو بان العنف ما كيكونش غير بالضرب العنف كيكون في بزاف ديال 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 ديال, ديال, ديال بحال كاين ما عرفتش كيفاش نقولها جات لي الهضره ولكن بحال كنلقاو العنف ديال الهضره العنف سيكولوجيك العنف الجسدي enfin il y en a plusieurs ماشي غير العنف هو الا شديتي شي واحد وضربتيه alors كيفاش جات الفكره على باس كنت غادي نصور الكليب هنا في المغرب ولكن بدا كلشي كيسد وخفت لانه حل عاوتاني هنا حيت المره اللي دازت في الكونفينمون الاول وحلنا دايوغ انا وليو ليو سي مون ديزاينر بقينا اون اي ريسي بلوكي ici بعد دوكو je me suis dit غادي حيت كلشي بداو كيسدوا داك الساعه قلت غادي نمشي قبل ما يسدوا ومشيت لدبي تما فين تلاقيت ب اون ايكيب جوست مانيفيك هما اللي قادوا معايا لو كليب طارق ابراهيم سي ان غران رياليزاتور تما وائل نجار سي تي لو برودكتور افيك كي جي ترافايي ils étaient à fond فاش معاه واخا ما تيفهموش الدارجه حيت حنا الدارجه ديالنا مغرب عربيه ولكن تما كتهضري معاهم الدارجه كيقول لك هضري معايا بالعربيه هادي راه ما كنفهمهاش حتى ما كيفهموش ديال بصح حنا شنو كنقولوا سورتو ك حنا كنهضروا بالزربه دو 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 و صافي بديت بحال هكا تلاقيتهم تما اون ا كومونسي لو بروجي لا ديريكسيون ارتستيك سيتي جوست مانيفيك سيتي فريمون ارتستيك خدمنا عليها صورنا الكليب مع إليا ستراد اللي هو واحد من احسن لي دو بي في ماشي غير في الخليج ولكن في العالم ومن بعد فاش كملنا الكليب كلشي قال لك لا هذا الكليب ما يمكنش يتلقى غير هكاك خاص ضروري نديرو ليه لونشين كوم يلفو اي سي سكون افي درت من بعد ان بي شوكيز ولكن ما كانش فيه بحال ديما بيرفورمانس داكشي كان فيه جي في اون بيرفورمانس غير بيانو لي شانسون ديالي اللي قبل وطلقنا فيه الكليب من دمانا Amy Gala, on me l'a proposé le jour d'iel mon showcase, d'iel le lancement d'iel Ndmana. Galulia, ok, radi dire ouais la performance. Ok, wow, Dubaï radi dire performance. Là, la performance live. Fnash les ilfazan. Ok, ou radi koul maak Mohamed Ramadan ou Maya Diab. Wow, c'était pour moi quelque chose honnêtement. J'ai essayé de faire un show. À l'international, خدمت مع ليكيب ديالي ديال باري والحمد لله كلشي عجبو لو شو وكلشي كلشي زعما الا تروفي كو سيتي مانيفيك ان فيت سيتي او نيفو انترناسيونال وهادشي شرف ليا انا باش ندير هاد لو شو ما بروميير بيرفورمانس لايف او من دبي با سيتي كلكو شوز Après, vu que c'était le premier tapis rouge que j'ai dit dans le monde arabe, j'ai dit dire le kaftan. C'est normal parce que je suis marocaine et je suis fière de l'être. Et du coup, j'ai dit le moussamima Sofia Bnihia. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez elle. شفت شي حاجه خضراء وانا نقول لها هذاك ديالي قالت لي لا راه قصير قلت لها نقيزو اي دوكو جي ايسيي لا القفطان اي سيتي بيل بوال اون ديريك سيتي بور مو وفاش مشيت كلشي عجبو بزاف كلشي قال واو باسكو كلشي كان لابس دي روب سواري وداكشي كنت انا واحد الفنانه مغربيه اللي هي فنانه تشكيليه لميان منهال حنا بجوجنا اللي كنا لابسين مغربي Et du coup voilà, je boum le look d'Ali Bzef et du coup j'ai pris le look de la soirée parce que l'Emmy Gala est la cérémonie parce qu'il chauffe le meilleur look de l'année, le meilleur, c'est fashion. Donc voilà.
لا دابا صافي، انت في الاول كانت هيفاء، مراه ولات جيلو، مراه دابا شريهان، دابا هي لا مود، كلشي كيقول لي شريهان. شوفي في الاول كان ماشي كنتقلق، ولكن كنقول او هادشي كله اللي كندير وهاد لي زيفور كاملين هما كيقول لك كتقلدي شي واحد ولا كتبغي شي واحد. بعد قلت اوكي هما كيشبهوني لشي واحد كبير، صافي بليزي عرفتي. نقول لك احنا ما نقدروش ندخلوا للراس ديال واحد باش نبدلوا شي حاجه ولا باش نفرضوا داك الشيء حنا اللي باغين هو يشوفه. كل واحد كيشوف بلا فاسون ديالو، كل واحد يقدر يعجب الناس يقدر ما يعجبهمش. ليسونسييل بو موا سي كو كندير شي حاجه انا اللي كتعجبني بلا فاسون اللي انا كتعجبني، وانا مقتنع بداك الشيء اللي كندير. الحمد لله دو بلوز اون بلوز الناس ولا كيعجبهم هذا الشيء اللي كندير، و je reçois des messages honnêtement. Donc les messages que je reçois, c'est ce qui me donne encore la force, arti ou l'envie de continuer et de donner encore plus. Parce que c'est vrai que Nas, c'était un peu choquant pour, c'est pas choquant mais genre c'était juste différent. Mais il n'y a pas une règle اللي كتقول لك لا خاصك تكوني بحال هذا وهذا وهذا، ولا خاصك تلبسي هكا، ولا خاصك تغني هكا، ولا ابري موا جو في كلكو شوز كي مفي بليزير دوكو جون بروفيت. لا بيان سور مازال العلاقه مع البنج، والحمد لله انا جو كارد توجور علاقات زوينين مع كاع الناس اللي كنخدم معاهم وكل شيء. مع البنج واي نوت، علاش لا، نشوفوا لافنيير شنو مخبي لينا. ولكن كاينين مع فنانين اخرين، كل واحد يقول شنو ما بغى. عرفتي انا كيما قلت لك الا ما خرجت شي حاجه ابخي شفتها، ولكن ما كانت شي حاجه زعما اللي تيلمو امبورطون باش نخرج نهضر عليها ولا نقول عليها شي حاجه. صافي الناس كيهضروا. ديرنييرمون تصورت مع محمد رمضان في الاميغالا، وقالوا حتى هو كاينه شي حاجه بيني وبين وشي ديو، الناس كيهضروا. والستيلات ديالنا من بعدين، انا فان ديالو ديال حاتم عمور، و سي ان امي وعزيز عليا بزاف وكنحترمو بزاف وكل شيء. ولكن شو لافونير حتى واحد ما كيعرفش شنو يقدر يوقع فيه، ولكن بور لانستون ما كاينه حتى حاجه، لان الستيلات ديالنا متبعدين بزاف وتبارك الله عليه طرب وصوت كبير. انا سي بلوتو بوب بيرفورمانس فوالا. سمعتا انت حياتي، واو. شنو بغيتيني نقول لك على سعد؟ سعد كلشي اللي كيخرجوا زوين بزاف، سي ان ارتيست، شي واحد اللي عنده داك عرفتي داك لو غو، داك عرفتي بحال هذاك ديال سي توب سي توب. وكنقول له فيليسيتاسيون من هنا، اي بي يلا ان شاء الله نشوفوا شيء جديد. كمواطنه مغربيه واخا ما عايشاش هنا، ولكن كنجي بزاف لهنا، وما كنهضرش غير على المغرب، كنهضر على البلدان كاملين. سي فري كسي امبيتون، كنتعصبوا كنقولوا او هادو اش كيخربقوا اش كيديروا، مالنا حنا مالنا هذا صافي تلقوا لينا. ولكن شوفي عندهم الحق، هما كيديروا هادشي في مصلحتنا. انا حاجه واحده اللي نقدر نقول كمواطنه وكفنانه، هي كنقول للناس فاكسينيفو عافاكم، باركه من داك لي زيستوار، بغاو يقتلونا، بغاو يديروا لينا ما عرفتش شنو بغاو يديروا، ولي زيكسترا تيغيس وما عرفتش شنو. هادشي في صالحنا. انا جو سوي فاكسيني، درت الفاكسان. علاش درتو؟ حيت عندي ماما وبابا كنخاف عليهم، انا كنسافر بزاف وما نقدرش كل مره نمشي ونعنقهم وانا ما دايراش الفاكسان. عرفتي ايماجين ندير لهم شي حاجه ولا، و زعما سي ما عرفتش كيفاش نقول، ما عرفتي ما بغيتش نقول شي حاجه كي هذا، ولكن انا كنقول غير الناس حاجه وحده، عافاكم فاكسينيفو مشي تسالي هادشي لو بلو فيت بوسيبل، حيتاش ما كرهناش نرجعوا لافي نورمال، ما كرهناش وحشنا لي زيفينمون. ان شاء الله بيانتو لي كونسير والعراسات و توحشنا فريمون لا في نورمال. و هما عندهم الحق، هادشي اللي كنقول هما عارفين حسن منا، لان بحال سولوني البارح على هاد لا كيسيون، قلت لهم انا كيجيني بحال عرفتي ماما كيفاش كنتي صغيره كتقول لك نعسي مع 8 د الليل ولا كلي لا سوب ديال لي ليغوم، ما كناش كنحملوا هادشي ياك، اوني داكا. وكنا كنقولوا ماما مضريفاش، ماما ما كتحملنيش، الوغ كي هي كدير لك مصلحتك، اكزاكتومون لا ميم شوز.
Mais du coup, c'est tout ce que je peux dire. Il y a plein de surprises. Je travaille énormément sur l'album. Il est déjà wajd, mais je n'ai pas encore décidé pour que je vais sortir. عرفتي انا جو ترافاي هكا بالفيلين شي نهار كان صباح في الصباح راه قال لي نخرج شي حاجه اوكي يلا خرج كاين واحد تريو اللي غادي يخرج هو الاول اي بيرسون ان شاء الله يعجبكم ميرسي بوكو سا ما في تروب بليزير باش ندوز معكم هذا النهار و متابعين ديال سلطانة شكرا بزاف وكنبغيكم بزاف وخليكم كتبعوا سلطانة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم